الدبلوماسية الشعبية جسر التواصل بين الشعوب. الشاب حسن تاج الأصفياء بنحييه، كون صداقات عبر السوشيال ميديا مع إعلاميين من المغرب، وأصبح معروف لدى الكثيرين من المغاربة، وأصبح ينادونه بحسن المغربي والسوسي والزاكوري، وكل هذه الألقاب جاءت نتيجة لمعرفته بتاريخ هذه المناطق. تفاصيل أوفى نتابع. الثاني الذي عشق بلدي وأتقن لهجتها. إلى حسن تاج الأصفياء، لك من المغرب آلاف التحايا وسلام. أنا مهتم بالثقافة المغربية والتاريخ المغربي. البداية كانت من زمن بدري، يعني من عمر الطفولة. أما كتوثيق كده بدأ في 2012، أول صفحة عملتها في الفيسبوك، والصفحة خلقت يعني أصداء كثيرة في المغرب، يعني انتشرت بسرعة، بالرغم انها هي حساب شخصي، يعني ما صفحة كبيرة او غنى في اليوتيوب. يعني كنت انا بوطد للعلاقات بين المغرب والسودان، وبنشر الهوية والتاريخ السوداني بنفس اللهجة بتاعت اهل المغرب، بالدارجة المغربية وباللغة الامازيغ وببعض اللهجات المحلية وبالحسانية الصحراوية. الصفحة خلقت يعني علاقات وصداقات كثيرة مع الاخوة المغاربة. الحاجه دي انعكست انه يعني انه المغاربه اللي كانوا بيجوا للسودان هنا بيجوا كسياحه وبيجوا كرحاله، كنت بكون حريص جدا انه انا استضيفهم في السودان واعرفهم على عاداتنا وتقاليدنا والحضارات اللي عندنا والموروثات الموجوده. صباح الخير يا حسن، هذا الفيديو اهداء اليك من كازابلانكا الدار البيضاء المملكه المغربيه. تحياتي لك ويومك مبروك. حسن تاج الأصفياء، تحياتي. الشعب المغربي شعب مثقف جدا وشعب كريم وشعب مضياف. يعني الجيل القديم يعني كان حتى الناس الكبار بيدخلوا علي بيقول لي احنا بنسمع لسيد خليفة، ازيكم كيفنكم، فيعني لمست فيهم الحب والاحترام والتقدير. فانا هم ما محتاجين نعرفهم بالسودان، لكن لقيت الجيل من مواليد 2000 او اقل شويه يعني علاقتهم بالسودان ضعيفه جدا، فبدأت انشر الحاجات دي. فالعلاقات والحاجات دي زادت كثير في الصفحه. فزارني هنا قبل سنتين الرحاله ياسين والرحاله عادل الغنيطري، تواصلت معه لكن لظروف ما قدر يصل، وفي عمر الروداني يعني وأنس ديل، واحد من تارودانت وواحد من منطقة اسمها سفي، كانوا حيجوا السودان فلظروف الكورونا والبلاد كانت مقفولة وما في دخول ما قدروا يجوا. وأنا من هنا بقدم لهم الدعوة تانية، إذا أنتوا حبيتوا تجي أو رحالة مغاربة تانية يعني عاوزين يجوا السودان يعني مرحب بهم، وأنا والله في ضيافتهم وبيتنا زي بيتهم، والشعب السوداني كله يعني يكون حريص إنه ينزلوا في بيتهم ويكرمهم وكده. ارتحت كده جدا انك تعيش مع الناس في موده وفي محبه، تخلق محبه. الصفحه عندي لما بلاقي واحد باعت لي يقول لي من دوله تانية، زي واحد سوداني اسمه حسن باعت يقول لي انا اعشق المغرب وانا احب المغرب، لما تسمع ده طب يقول لي لا. الشعب المغربي بيشبهنا كثير، يعني احنا في السودان عندنا كل منطقه في السودان او ولايه في السودان عندها هويه مختلفه وعندها ثقافه مختلفه وعندها موروث مختلف. فنجد في غرب السودان لغة أهلنا الفور واللهجات المحلية الموجودة في شرق السودان، في وسط السودان، في شمال السودان، كذلك المغرب. فنجد الأمازيغ عندهم لغتنا لغة الشلوح في جنوب المغرب، وعندنا اللغة الريفية، وعندنا الزيان، وعندنا الحسانية الصحراوية واللغة الفاسية، وعندهم نسطنجة، يعني أي منطقة في المغرب عندها لهجة برام. كذلك من الثقافات الموجودة في المغرب يعني السياح دائما بيحرصوا انه يجي المغرب يزور مدينه فاس. فاس هي يعني المدينه العلميه للمغرب، وهي كانت عاصمه لعده حضارات تعاود على حكم المغرب، دوله الادارسه والدوله العلويين، وفي مكناس والرباط ومراكش، دي كانت عواصم لدول الموحدين والمرابطين والعلويين. فمدينه فاس ارتباط التاريخي بالسودان، احنا نقول ارتباط المغرب بالسودان هو بيستند على ارث ديني وثقافي واجتماعي.
كل السودانيين من الفئة المتصوفة ارتباطهم بمدينة فاس اللي هو بالمذهب أو بالتصوف بالتجانية. يعني السودانيين كلهم بيعرفوا فاس، بيقول يعني في مثل هنا منتشر في السودان بيقول لك فاس ما وراها ما وراها ناس. ففاس هي حاليا هي العاصمة العلمية للمغرب، وأنا من هنا يعني بشكر كل الأصدقاء الموجودين في فاس بحكم إن أنا مشجع للمغرب الرياضي الفاسي وهو معروف بالمغرب بالماس. يعني أنا أمنياتي إنه أزور يوم المغرب ونتعرف على العادات والتقاليد دي عن غرب. يعني أنا كل الحاجات اللي بعرفها عن المغرب حاليا والمعلومات اللي عندي دي كلها بعرفها عن طريق الفيسبوك. أنا بشكركم باللغة الأمازيغية في الأول، اللغة الأمازيغية بقول لكم تنمير بهرة، ونشكركم بزاف والله يعمرها دار. وتحيات تحياتي من السودان من حلايب وشلاتين إلى أقصى نقطة في جنوب المغرب اللي قويرة. تحياتي لكم.